السلام عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الإنجليزية. وطبعا الفيديو مالتي اليوم يخص الثالث متوسط، السادس إعدادي والسادس الابتدائي، وهي مقدمة لبداية يعني بداية قبل تبدي المنهج الدراسي. أكو أساسيات أنت لازم تعرفها، فهاي الأساسيات أنا سويتها لك واضحة حتى تعرف الجملة الإنجليزية أول ما تبدي شلون، وحتى يصير عندك علم بالأساسيات. فخليك وياي عزيز الطالب، وأيضا حتعتبر يعني أول فيديو للسنة الجديدة إن شاء الله لطلاب الثالث والسادس الابتدائي والإعدادي. إن شاء الله راح أسوي قوائم التشغيل، شرح للسادس وشرح للثالث متوسط. حدي لكم أول بداية بالمقدمات والأساسيات اللي تفيدكم قبل لا تبدي المنهج مالتك الإنجليزي. فهنا عندنا الجملة، زين الجملة منين تتكون بالبداية؟ أنت لازم يصير عندك علم إنه الجملة منين تتكون باللغة الإنجليزية. فهنا الجملة تتكون من الفاعل، الفعل، المفعول به. الفاعل اسمه subject، الفعل اسمه verb، المفعول به object. الفاعل يجيك مرات ضمير pronoun، مرات يجيك اسم اللي هو noun. الفعل مرات يجيك مساعد auxiliary، ومرات رئيسي main verb، ومرات يجيك auxiliary والmain verb. المفعول به يجيك اسم، صفة، ظرف، جار ومجرور، أي شيء يجي ويكون الموقع مالتن هالشكل، تخطيط مالتن هالشكل. فتعالوا نعرف أول بداية اللي هو subject واللي هو الفاعل. فالفاعل مرات يجي اسم اللي هو noun، واحنا نعرفه شنو يعني الاسم، يعني علي، نور، بوي، تشلد، يعني يجيك اسم سواء كان مفرد او يجيك جمع، اوكي عادي، ويجي في بداية الجملة. يعني اول بداية الجملة هو حتجيك فاعل. البروناون شنو؟ البروناون هي الضمائر، الضمائر مثل هي، شي، ات، اي، وي، يو، ذي. شوفوا هذين الضمائر اللي هي معناها هو، الشي معناها هي، الات لغير العاقل طبعا، الاي الانا، والوي نحن، اليو انت او انتم، والذي هم، يعني هم اللي يعني للجمع سواء اذا كان اكثر من واحد. وهنا كاتبت لك ياتي بداية الجملة وياتي بعده الفعل. يعني اذا اجاك في بداية الجملة حيجيك بعد منو يجيك؟ يجيك الفعل بعده. يعني هاي الضمائر ما تجي غير في بداية الجملة، فخلي ببالك انه تجي في بداية الجملة. اما اذا كان عندك انشاء طبعا تجي في بداية كل جملة. زين بعد ايش عندك؟ عندك الفيرب اللي هو معناه الفعل، والفيرب يجيك اوكزيلاري كمساعد. انواع هواي عندنا افعال اوكزيلاري، فشن وضحت لك بعضهن. طبعا الفيرب تو بي، البي تعرفه، اللي هن مشتقات الاز والار والام والوز والوير. وخلي بالك هاي الافعال دائما يجورها فعل بي اي ان جي اذا اجى مستمر، بس اذا اجى لا يعني يجورها اسم او صفه لا، حيكون هذا البريزنت سمبل اللي هو المضارع البسيط. زين الهاف، هاف، هاز، هاد، هاف، هاز، هاد، طبعا هذا نيج وراهن التصريف الثالث للفعل. الدو، do does do does did، هذه الافعال تجوي المضارع البسيط او الماضي البسيط بالنفي والسؤال، ويجي وراهن فعل مجرد. هيدا احكي لك اذا يجي وراهن فعل رئيسي. الول المودل فيرب الافعال ناقصه، وهذه دائما لها صداره بالكلام، تجي دائما بالبدايه، يعني دائما تجي قبل هاي الافعال ويجي وراها فعل مجرد ومعناها سوف. will، would، shall، should، can، could، هاي الأشياء اللي تخص دراستك أنت لازم تنتبه لها. هاي اسمها الأفعال المساعدة، واللي تأخذ بعدها إذا أخذت فعل بعدها هذه ing يجي بعدها، هاي يجي بعدها تصريف ذات للفعل، هذه يجي بعدها فعل مجرد، وكذلك هذه يجي بعدها فعل مجرد، بس كترتيب ذاتي ترتبها هذه تجي بالبداية. ها شنو هذا الverb والفعل المساعد. تعالوا نجي للفعل الرئيسي. هذا الفعل الرئيسي عزيز الطالب، مين فيرب هو معناه الفعل الرئيسي. شنو الفعل الرئيسي؟ الفعل اللي يقوم بالحدث، رايت يكتب، ريد يقرأ، بلاي يلعب، ستدي يدرس.
هاي الافعال هي الداولكتي، يجي يصير بها اي ان جي، يصير بها اي دي، يصير بها اس الشخص الثالث، اللي تتاثر بالافعال المساعده وتجي اما بعد وحدها او يجي وياها الفعل المساعد. زين، بقى عندي شنو؟ بقى عندي الاوبجكت. الاوبجكت مفعول به، المفعول به يجيك اسم، يجيك ضمير، يجيك بعده وموقع يكون بعد يعني بعد يعني هاي مو الافعال، تجي الاوبجكت يصير بعد الفعل. فانتبه لي يعني شنو بعد الفعل، يعني مرات يجيك الاوبجكت المفعول به يجيك مثل سكول، جاردن، اسم، مرات يجيك حرف جر وجار مجرور، صفه، ظرف. لكن الضمائر مالت الضمائر المفعول به انت لازم تحفظها، هم، هير، مي، ذم، از، ات. هاي دائما ما تجي بالبدايه، هاي دائما تجي بعد الفعل، سواء كان فعل رئيسي او الفعل مساعد دائما تجي بعد الفعل. فاذا اجاك اوردر اللي معناها رتب، انت على كيفك رتب الفاعل اللي انا شرحته لك بالبدايه وراء الفعل سواء كان رئيسي او مساعد، وراء يلا يجي المفعول به. هاي كاساسيات لطلاب الثالث متوسط، سادس ابتدائي، سادس اعدادي. وان شاء الله راح اهيئ لكم كل مرحله اهيئ لها بدايه دوام دراسي جديد، اهيئ لها الشرح. فخليك وياي وراح اكتب يعني كل على بقوائم التشغيل كل ماده ولكل مرحله، يعني الماده اللي يعني كل مرحله الماده اللي هو يدرسها. فالثالث متوسط حس يعني حاكتب الطلاب الثالث متوسط جديد 2022 هيك اكتب، السادس الاعدادي اكتب للسادس الاعدادي الجديد، والسادس ابتدائي للسادس الابتدائي الجديد. فهاي اساسيات عزيزي الطالب راح تقراها تبلش وياي وان شاء الله المحاضره تجي. شكرا لك عزيزي الطالب، ولا تنسى تخلي لي لايك وتنطي قناتي للاصدقاء والطلاب حتى تستفاد، وان شاء الله المحاضره تجي. بالتوفيق عزيزي الطالب.